اليوم حنشوف كيف فينا نستخدم لغة برمجة مثل السي شارب لأعمل واجهات هي الواجهة بتروح تنفذ تعليمات اس كيو ال توصل بالداتابيز. تمام، بدي نفذ تعليمات اس كيو ال كويري لتربط بالداتابيز، بفرض هي داتابيز، داتابيز سيرفر. فانا فعليا احنا شفنا هذا الجزء الاول اس كيو ال مع داتابيز، عملنا مثلا مثل اي ار دي ربطناهم ببعضه صح؟ عملنا اس كيو ال معقده فيها كويري وفيها سب كويري وفيها جروب باي وفيها اجريجيشن صح؟ هلا اجي اقول لك انا والله عرض لي اسماء الموظفين بس بدك تعرضهم شو؟ على واجهه سي شارب. بعطيك مثلا انا اي دي موظف، تروح تجيب لي كل معلوماته على واجهه. هذا كيف بدي اعمله؟ بدي اعمله بلغه سي شارب. هي اللغه هتستخدم الاس كيو ال لتتصل بالداتابيز، وهي بتروح بدورها بترجع لنا النتيجه، وهي بدورها بترجع بتروح بتعرض هي النتيجه اللي رجعت لها اياها الداتابيز. نايس nice. هاي سلسله العمل، هاي اسلوب العمل. هلا هذا الحكي صار عليه تطوير كثير، تعالوا نشوف شو صار. قال كان باللغات البرمجة نحن مو في عنا SQL query، كنت تكتب لغة البرمجة مثلا C Sharp أو جافا أو 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 مثلا داخل C Sharp، خلينا نقول تفتح لغة C Sharp بتروح بتعرف string اللي هو النص، داخل هاي السترينج بتروح تكتب بقلبه select from كذا كذا، بتكتب بقلبه شو تعليمة الكويري اللي هي ال SQL، بعدين بتتصل بالداتابيز وبتبعت هاي التعليمة للداتابيز، فبتنبعت على الداتابيز، الداتابيز بتعمل لها execute بتنفذها، بعد ما تنفذها بترجع لك شو النتائج. انا هون صرت شو عم بعمل؟ داخل السي شارب بنفس الوقت عم بكتب لغة سي شارب بنفس الوقت لغة اس كيو ال. كمان انا الاس كيو ال اللي عم بكتبه داخل السي شارب هو سترينج، بمعنى اخر انا لما افتح المانجمنت ستوديو، هذا المانجمنت ستوديو، واشتغل عليه بقول له مثلا select from وبيعمل لي اوتو كومبليت صح؟ عم بكتب لانه لغه اس كيو ال. بجي يوم بفتح المانجمنت ستوديو وبقول له select from مثلا database هي connect، حقول له new query، حاختار الداتابيز تكون مثلا northwind. هلا قلت له select نجمة from، يعرض لي شو في عندي اسماء داتابيز مثلا from employee. هلا اذا قلت له انا first name last name، اذا قلت له employees dot، يعرض لي كل شيء حقول بالemployee صح؟ ليش؟ يعني عم بكتب بلغة SQL، لغة هي الاس كيو ال عم تساعدني ببناء الكويري. هون في عندي اوتو كومبليت، بيعرف هو المانجمنت ستوديو شو في داتا بيزز، شو في تيبل، ما حيستنى لحتى نفذ لحتى يخربط، بيساعدني بيساعدني اكتب الكويري صح. هلا هذا الحكي بالسي شار كان هيك، بكتب لغتين بنفس الوقت. قال والله هذا الشيء مو جيد، عم اخترعوا شيء اسمه لينك كيو. هاي شو بتعمل لينك كيو؟ هاي بتعمل امبورت لكل شيء في عندي تيبل داخل هاي الداتابيز، بتعمل لها امبورت وبتحوله لكلاسز، وبصير انت فيك تكتب كويري مو بلغه الاس كيو ال، بلغه سي شارب.
حنشوف كيف فينا نعملها. فأنا هدفي اليوم أعلمكم لين كيو، مو الطريقة القديمة تبع أنك تكتب كويري اللي هي طريقة صارت كثير قديمة وكل الناس تنصح أنه خلاص لا تستخدمها، لا تكتب كويري داخل السي شارب كسترينج، اكتب لين كيو. تمام؟ بس مو معناته نحن تعلمنا SQL على الفاضي، لأنه أنت بدك تكتب لين كيو بناء على SQL اللي بدك إياه. بس بصيغة لين كيو مختلفة شوي صيغتها عن صيغة SQL. تمام؟ فأنا جاي أعرفكم على هذا اختراعي اللي هو لين كيو. نايس؟ طيب هلا أنا شو بدي أعمل؟ عندي هاي الداتابيز وعندي هاي الأوبجكت، في الداتابيز ده عندي فيها داتابيز نورث ويند، هاي بدي أربط معها لحتى شو؟ حتى أعمل كول. هلا السي شارب بشكل عام لحتى لكم هيك نظرة سريعة عنها للأشخاص ما بيعرفوها، هي لغة برمجة طورت عن السي والسي بلس بلس. سي والسي بلس بلس هن لغات برمجة كانوا بيشتغلوا بشكل مباشر على السي بي يو اللي هو المعالج. اجت السي شارب صارت تعمل طبقة، اول شيء هي تشتغل على بيئة اسمها دوت نت، والدوت نت هي تشتغل بدور على السي بي يو. الهدف من هذا الحكي انه حتى لو تغيرت هي السي بي يو ما تضطر تغير كودك. الهدف انه انت تكتب كود مرة واحدة. هلا كانت هي انتل قام صارت AMD، بتروح بتنزل دوت نت لانتل 32 بت او لAMD 64 بت، بس كودك بضل نفسه ما بيتغير. الاوبريتنج سيستم تغير، كان لينوكس ساويته ويندوز، او كان ويندوز قلبت على لينوكس، كمان الهدف انه كودك ما يتغير. بينما بالسي والسي بلس بلس اذا كنت عم بكتب على الويندوز غير اذا كنت عم بكتب على لينوكس، بدك تعيد بدك السي شارب جافا. ايوه السي شارب مثل مفهوم الجافا، الجافا بتشتغل على ويندوز ولينوكس وايه معاه. ايوه بالضبط، بتشتغل الجافا على شيء اسمه جافا فيرتشوال ماشين اللي هي بتشتغل على السي بي يو. فالجافا فيرتشوال ماشين مقابلها هو الدوت نت. تمام؟ هي مشان تاخذ صوره. هلا داخل مكاتب الدوت نت، الدوت نت توسعت 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 لحتى صارت اكبر من الجافا، صار فيها شغلات كثير بتخدم سوق العمل. احد هي الشغلات هي اللينك. نايس. طيب تعال كيف شوف كيف فينا نعمل لينك ونربطها مع الداتابيز. هشغل بروجكت، هشغل فيجوال ستوديو، هعمل له نيو بروجكت. النيو بروجكت هختار ويندو فورم ابلكيشن، هسميه لينك يو. طبعا انت فيك تسمي الاسم اللي بدك اياه لهذا البروجكت. هعمل اوكي، طلعت لي واجهه. هلا هي بالسي شارب يسمح لي اعمل واجهات، يسمح لي احط على هذا الواجهه زر تكست بوكس دروب داون ليست، اعمل عليه دبل كليك وهم هو لما اضغط على هذا الزر يروح يجيب لي معلومات. تمام؟ يسمح لي شو يعني عدى على الواجهه. في عندي هون شيء اسمه تول بوكس بتلاقيه جنبك. هذا التول بوكس فيه كثير عناصر، احد هاي العناصر هون حابحث على واحد مثلا اسمه بوتون حط زر، هبحث على واحد تاني اسمه تكست بوكس حط تكست بوكس. مثلا هون بدخل اي دي الشخص بضغط انتر وبيروح يجيب لي اسمه مثلا. تمام؟ طيب فهي حتلاقي انت انه هي سي شارب فيها نوع من السهوله، بس شوي بدك تقلف عليها. هلا هروح على السولوشن اكسبلورر،
سوشيال اكسبلورر وروح على لينك يو واضغط بالزر اليميني وقول له اد واختار نيو ايتم. نايس اوكي طيب حلو اد نيو ايتم هيخيرني في عندي كتير ايتمز ينضافوا احد هاي الايتم هي داتا احد هي احد الداتا هي لينك كيو تو اس كيو ال انه انا حربط لي اللينك كيو مع الداتابيس حلو هاي اسم الداتا سيت هيك هو مسميها فيني اعد عليها فيني لا حقول له اد فانضافت بالبروجكت حلاقي صار في عندي هون شيء اسمه داتا كلاسز في عندي فورم في عندي داتا كلاسز احد داتا كلاسز هي هي هلا انا فيني هون اربطها مع السيرفر مع السيرفر اللي هو مين SQL سيرفر مثلا فحروح بلي اربطها اربط لي اياها مع شيء اوبجكت حربطها مع سيرفر اكسبلورر هون في عندي انا سيرفرز في عندي داخل سيرفر اديو بي سي هي الداتابيز هي اديو بي سي اللي هو نحن انا بدي اربطها مع داتابيز سيرفر بدي اعمل كونكت تو داتابيز تمام فانا حضغط هذا الزر اشاره الكابلات الكهرباء مع اشاره الزائد شامل كونكت تو داتابيز فاول ما اضغط عليه يخيرني بالداتابيز اللي بدي اتصل فيها في عندي SQL سيرفر منازل عليه في عندي SQL سيرفر داتابيز فايل يعني انا فيني صدر الداتابيز كفايل لحقته MDF بعدين اضيفه اضافه ولو حتى ما عندي مانجمنت ستوديو تمام هلا تعالوا نشوف SQL سيرفر حقول له كونتينيو يرتبط انا مع SQL سيرفر حقول له كونتينيو اللي اختار اسم السيرفر حقول له نقطه نقطة يعني أنا أضغط هاي السهم فحيروح هو يتصل من نيتورك شوف في عندي سيرفرات فلاحظ في عندي كذا واحد كذا أنا حلو نقطة يعني أنا لا تعمل رفع بس حط نقطة بس نقطة بس تركها السيرفر هو أنا تمام هلأ الداتابيز روح الداتابيز وكبسها فبمفروض يفرد لك شو في عنده داتابيزز تمام لانه انا نزل مانجمنت ستوديو حنختار نورث ويند طبعا مثلكم فيني اعمل له اتاش داتابيس فايل هلا اذا قلت له تيست كونكشن لازم يلي تيست كونكشن سكسيد هلا بقول له اوكي وبقول له اوكي هلا اللي حيعمله هو لما انا اتصلت مع الداتابيس نورث ويند بيعمل لي شو import لهي الداتابيز اذا فردتها هلا فردت التابل بلاقي التابلز هون عم بفتح انا فيجوال ستوديو بلاقي التابل هون بالسيرفر اكسبلورر لقيت التابل ماشي هلا شو فيك تعمل تروح تختار التابل اللي بدك اياها تمسكها وتجرها drag and drop سيرفر اكسبلورر علقه بالدبوس مثلا حط الامبلوي وجر الكاستمر كمان انه انت بجوز مو بدك اياها كل الداتا بس بجوز بدك جزء معين بجوز بدك اياها كلها يلي بدك نحن مثلا امبلوي وكاستمر وشو في عنا كمان التابلز هذيك المره استفدنا منه امبلوي واوردر وكاستمر فلاحظ هو شو بيعمل كمان بيرسم لك الفورين كي عشان تعرف انت العلاقة بيناتهم نفس الفكرة انه هو بيروح بيرسم لك الفورين كي نايس فحنكتفي بهدول نحن الثلاثة حاجة اوردر وكاستمر وامبلوي هلا انت لما حطيتهم عمل لهم امبورت سيرفر اكسبلورر فيني يجي من دبوسنا عليه
شايف هون في نجمة، بمجرد ما تعمل save all هلا تولد هدول ككلاسات وتولدوا باراميتراتهم، صاروا عندي اياهم بالضبط، صار عندي اياهم وين بهذا الكلاس. صار تلاحظ اذا فتحته، تفتح الديزاينر بتلاقي امبلوي، بتفتح امبلوي بتلاقي فيه الايتمز تبعه، والانتجر حطه انتجر، والسترينج حطه سترينج. شايف كيف؟ والكاستمر نفس الشيء، والاوردر نفس الشيء. شايف؟ اذا الداتابيس حمل التايب تبع الستراكشر تبع، حمل لي اياه على السي شارب مشان يسهل لي الشغل. هلا دبل كليك على الفورم، فتح لي التكست. هون انا بديك بس على هذا الزر، بدي اياه يطلع لي شو اي دي. فليك انا حاجيب هون، حجره هذيك لتحت، حروح على التول بوكس، حروح على شيء اسمه ليبل، ابحث على شيء اسمه ليبل، حمسك الليبل وحطه هون. صار عندي ليبل تكست بوكس وزر اسمه ليبل. هلا حروح على الخصائص تبع هذا الليبل وسميه مثلا اي دي نقطتين. حروح على الخصائص، اول شيء بلاقي معلم عليها هي التكست، حسميها اي دي نقطتين. هلا بضغط برا بلاقي صارت اي دي، فيني امسكها وهيك احطها، انه على اساس بيجي اليوزر بدخل لي اي دي. تمام، وبيجي انا على هذا الزر بقول له خدني على خصائص هذا الزر، كمان حياخدني على التكست، حسمي مثلا سيرش. صار عندي اي دي تكست بوكس وزر عليه سيرش. المفروض انا اكبس على السيرش ويجيب لي معلومات. هلا لو عملت اف 5 او ضغطت هذا زر الستارت، طبعا ما حيجي لانه ما مربوط شيء. لو دخلت له هون اي دي او شو ما دخلت له، لو بضغط سيرش هون لبكره ما حيجيب شيء، لانه هذا الكود انا بنيت الواجهه بس ما بنيت الكود لما اكبس هذا الزر شو يصير، صح؟ فهلا بدي اكبس، انه لما اكبس هذا الزر بده اتصل بالداتابيز وجيب لي معلومات. تمام، طيب حسك كيف؟ دبل كليك على السيرش، كمان دبل كليك على هذا الزر، حيفتح لك الفانكشن اللي بتكتب بقلبه شو بيطلع. فانا اول شغله حكتبها له مسج بوكس هيك في اوتو كومبليت، وانتبه انت عم تكتب الاحرف، استخدم الاوتو كومبليت. مسج بوكس انتر دوت شو، حقول له مثلا انه شو محطوط داخل الاي دي. فاللي محطوط داخل الاي دي بجيبه بتكست بوكس 1.txt. فانت تأكد من طريقة المسج الأحرف، لازم يطلع لونه أزرق، دوت شو كمان حرف الاس كابيتال لتر. هلا تكست بوكس 1.txt، فبيروح هو شو بيعرض لي؟ شو أنا كاتب داخل الأيكون، بس ما جاب لي داتا، بس نحن هيك عم نتدرب. هلا اعمل اف 5، اكتب هون اي شيء بدك اياه، اضغط على السيرش بيطلع لك اياها بمسج. تمام، قل له 1 بيطلع لك اياها مسج، قل له 2 بيطلع لك اياها مسج. انا ما بدي اياه يطلع لي اياها بمسج، بدي يطلع لي الاي دي، اخذ هذا الاي دي ابعته على الداتابيز يجيب لي من الداتابيز معلومات.
هلا لو بدي احكي بالطريقه القديمه فانا هون لازم اعمل string. هاي ما في داعي تكتبها معي, بس هلا الطريقه القديمه هلو اس اس كيو ال تساوي شو بقول له select مثلا خلينا نقول first name from employees where id equal بعطيه text box زائد text box. هلا خليني اعرض SQL بالمسج واعمل run, حقله مثلا 1122 هذا id يو, هضغط على السيرش قام جاب لي تكست مسج مكتوب فيها select first name from employees where id equal كذا. هلا هي الكويري ظابطة صح؟ طيب سؤال, هي مو id هو employee id, first name كاتبها غلط, اسم التيبل هي مثلا employee مو employees, فما بعرف انا غير لحتى نفذ بيطلع لي خطأ, برجع على الداتابيز بقعد بغير بقعد. هي واحد اثنين, قال بعد الوقت فات واحد على الداتابيز غير الفيرست نيم سواها نيم فقط, انت عم تطور وفي واحد مشغل على الداتابيز قام عدل على الداتابيز. اذا عدل على الداتابيز بتغير كل شغلك ليش؟ لانك انت كاتب سترينجات تمام. فانا كان في عندي كود باسمه مثلا داتا كونكشن, ببعث لي الاس كيو ال للداتا كونكشن بيرجع لي النتيجة دون اموري بخير, فيني اكتب اي كويري فيها بيرجع لي اي داتا بدي اياها تمام. هلا لينك يو هو شيء مختلف, فسميته داتا كلاس داتا كونتكست اللي هو الداتا بيز ايكوال نيو, بعرف هذا الاوبجكت. هلا بقول له from endb.blindemployees where e.blindemployeeid select e.firstname. طبعا هذا الemployee id هون انا حط الشرط لازم اقول له equal equal, وحط هون التكست بوكس اللي هو text واحد dot text. وهذا انتجر فلازم اعطيه كمان انتجر لهات, فاعمل له كاستنج لانتجر. هقول له convert dot to integer 32 واعطيه string تمام. اذا الشغله اللي هلا هي عم نياها طبعا, هلا لازم انا اقول له for each var item in first name هو خلينا نسميه result, اقول له عرض لي الايتم. هلا خليني اتاكد, بقول له واحد بطلع لي ناس. أنا لازم هلا أعرض النتائج لأنه قد هي شو تجيب لي هي الكويري, قد تجيب لي مجموعة من الأسماء فبعمل عليها فور لحتى أعرضها. أيوة بالضبط, أنا ما بجيب بس فيرست نيم, بجيب كمان كل المعلومات, فحطيت هذا الداتا كونتكست فوق وتجيب عدة معلومات. عندي أنا سيلكت إي عندي كذا معلومة صح؟ لا ما فيني احط له نجمة, انا والله جبت اياهم كلهم ما في هيك شيء. لحتى تجيب الاوبجكت كله بتقول له select e, هلا طلع خطا مسج بوكس انه ما بدي اعرض انا بس مسج بوكس, انه صار في عندي item dot صار في your first name واللاست name. فانا هلا حقيم هي 4 لما دخل لي ID انا هون شو حسميه؟ حسميه employee EMP لو from كذا كذا select انت لو select الE كله
عم حيرجع لي كل الاي. هلا بدي احط بالواجهه تكست بوكس تكست بوكس تكست بوكس وحطهم هيك جنب بعض عشان اعبي فيهم معلومه. اذا عدلت اعمل سيف قوم يتعدى على الداتابيس. فحاجي على الواجهه حافتح التول بوكس. هلك تنتبه انت لارقام التكست بوكس عندك. انا بلشت من واحد وانتم بلشين من واحد. عندك انت بلشت من اثنين. هلا حجيب تكست بوكس اول امسكه وحطه. رد تكست بوكس ثاني للفيرست نيم واللاست نيم. شوف عندي كمان معلومات. هلا سلكت نجمه فيرست نيم ولاست نيم وخلينا كمان نحط سيتي وبس. First name, last name و city. فهي فيها ثلاث عناصر. حط ID أو بحط لي اسمه وكنيته والمدينة تبعه. فهذا text box إذا بضغط عليه باليمين text box 2 وهذا 3 وهذا 4. شايف كيف؟ هلا عالسيرش بقول له قل له 4H. أنا طبعا جايب واحد بس in employee text box 1 text box 2 dot text يساوي item dot first name. وعلى text box 2 text box 3 dot text قل له بيساوي item dot last name. على text box 4 dot text قل له بيساوي item dot city. فعدلت الكود بحيث انه يعرض لي معلوماته لهذا الشخص يلي جاب لي اياه يلي هيك ID-ه. شايف كيف؟ هلا اذا عملت run حيطلع معلوماته عندك بالتكست بوكس. لو قلت له هيك F5 وقلت له 1 سيرش الي نانسي كذا ساكنه بسياتل، 3 سيرش الي جنت ساكنه بكيركلاند، 9 سيرش جاب لي معلومات هذا الزلمه اني ساكنه بلندن. هلا بنعمل زر سيف. لما يعدل يروح يعدل عليه. حامل التالي هروح على التول بوكس وضيف بوتن امسكه وجره وحط عليه اسم سميه سيف. هلا بس جيب معلومات بعدل على هاي المعلومات. بدي اضغط زر السيف وبيروح هو بالفونكشن الجديد يعمل لي تعديلات. زين هون انا عم بعمل select وهون عم بعمل update. هلا لحتى اجيب معلومات لحتى اعمل update فانا جبت المعلومات هعمل نفس الفكره. نفس المعلومات هعمل لها copy. هذا اللي فوق هعمل له copy واعمل له هون paste. انه جيب بالله المعلومات قام جاب المعلومات. هلا بقول له انه شايف بالله الفيرست نيم عبي فيها التكست بوكس بالعكس بعكسها. لو التكست بوكس 2 حط لي اياه بالفيرست نيم، تكست بوكس 3 حط لي اياه باللاست نيم، تكست بوكس 4 حط لي اياه بالسيتي. فانت بس عكسهم عشان اذا عدلت القيم يتعدلوا وينتقلوا للاوبجكت. هلا بعد ما تخلص حقله database.submit.changes فقط. برا الفور. ايوه فبصير هلا بتعدل على اسمه تعمل سيف ليتعدل بالداتابيس. انا بس عكستهم وضفت هاي التعديله انه كل شيء عدلته على هذا الاوبجكت. ايوه عمل submit. إذا ما عملت سبميت ما بيتعدل شيء. مجرد ما انك عملت سبميت وبيتخزن كل شيء بالداتابيس. اوكي؟
نجرب نعمل F5 بقول له جيب لي رقم 3 بعمل سيرش جيب لي المعلومات. هلا بدل ما يكون هو عايش بتيكرلاند وين حخليه عايش يا حزركم؟ بالسيتي دمسقس. تعال هون جيبوا لعنا نعمل سيف. هلا تخزنت بالداتابيز. اذا قلت له مثلا 2 سيرش جاب لي، اذا قلت له 3 سيرش لقيت دمسقس، 1 سيرش سياتل بقول له سياتل لا نيويورك سيتي مثلا، بعمل سيف برجع على 3 لاي دمسقس، برجع على 1 لاي نيويورك سيتي. لإليك بهالبساطه تعدى على الداتابيس. شايف ما احلاها؟ شايف؟ بنشوف كيف فينا نعمل له ديليت. هلا شوف شو بتعمل، بيجي لهون خلينا نضيف زر ثالث بوتوم سميه ديليت. هسمي الزر ديليت. هلا هذا الزر السيف هو فعليا زر شو؟ زر ابديت. هنشوف هلا بعد شوي هنعمل زر ثاني يعمل انسرت، نضيف واحد اصلا ما كان موجود. هنعمل كمان زر هلا الديليت، فضف لي بالله زر الديليت. فشفنا هنشوف الشغلات الاربعه سيلكت والابديت والانسرت والديليت داخل هاي الداتابيس. نايس. هلا دبل كليك على الديليت. اي عنصر لازم تعمله ديليت اول شيء بتجيبه، وبعمل هيك كويري، بعمل لها كوبي، بعمل لها بيست. لا سبت تشينج، بس هي دي بي دوت امبلويز دوت delete on submit. مين بدي اعمل له delete؟ الامبلوي. بس مين الامبلوي؟ انا بدي احطه داخل ال for each. اللي هو الايتم. فالايتم هو الامبلوي داخل ال for each. هلا اخر شيء بقول له submit changes. فجبت له العنصر بدي اعمل له ديليت. شوف اذا رحنا هون على الداتابيس قلت له ديليت فروم امبلويز وير امبلوي اي دي ايكوال 1، اذا قلت له ران قال لي ديليت ستمنت كونفليكت لانه في فورين كي تمام مثل ما انتقلت على تيبل الاوردر. فانا فيني اعمل شغله اسمه delete on cascade، اجي اعدل على الداتا بيس وضيف الاوردر وضيف الامبلوي. وبين هدول الاثنين على هذا الفورين كي فيني احسبه او فيني اقول له خصائص لك delete insert update specification delete rule no action. بقول له set none او بقول له cascade. شو يعني؟ يعني اذا بحذف employee حذف لي كل الطلبات اللي اشتراها من الاوردر. شوف شو عملت، رحت على employee فتحت diagram بتاع الخصائص تبع relationship، بعدين فت على insert و update delete rule قلت له cascade. منشان اذا حذفت امبلويي هل هو هذا الامبلويي شاري صح؟ طب هذا زلمه شلون انت موظف بايع، عفوا شلون موظف بايع بدك تحسبه؟ ففي عندي خيار يا بقول له سيت نال، مو هون مو في امبلويي اي دي. يا شباب اي فهذا الامبلويي اي دي يصير نال، او بقول له لا على الابديت
يا سيت نال، يا سيت قيمة ديفولت يعمل نو اكشن يا كاسكيد. ديفولت رول كاسكيد، إذا نال سيف بدك تعدي قلت له ايه بيعدي؟ حفظ. فالفكرة اللي قلت له اياها قلت له بروبرتي على انسيرت ابديت ديليت رول حطيتها كاسكيد، مش إذا حذفت الموظف ينحذف كل شيء باعه معه كمان. هلا إذا رحت على الامبلوي هون قلت له حذف لي هذا الأول اف 5 بقي اللي بالاوردر ديتيل، اللي لسه في بالاوردر ديتيل، قلت له اه سوري. كمان حروح اعمل له اد تيبل اللي هي اوردر ديتيل، كمان هي التيبل مربوطة مع الـ مع الامبلوي. شايف كيف؟ فالاوردر ديتيلز كمان وين بدك تحسبه؟ قل له كمان بروبرتي ابديت كاسكيد، هي اوردر ديتيل كمان ضفتها، قلنا له قلت له اد تيبل، قلت له كمان على الكاسكيد يحذفها. هلا كنترول اس اذا بصير تعديلات قلت له اوكي ما في مشكله. برجع لهون بعمل اف 5 تعدلت امبلوي، هذا مقاطعه الامبلوي، في عندي تيبل رد كمان، يعني كل تيبل مربوطين مع الامبلوي. نحن مش كان عندي على تيبل كثير كبير، فعم يصير عندي تيبلز ثانية. انا حروح كمان امبلوي وروح كمان عليها. ليك هلا من الامبلوي من الاوردر قمناها، اوردر ديتيل قمناها، هلا الامبلوي ربط مع هذا المقاطعة، هي المقاطعة لا ما ربطت. اي ممتاز، لانه رابطين معه خلاص، بس بقيان يعني هذا المقاطعة. هاجي عنده هروح الخصائص قل له on delete cascade، هعمل save yes، هرجع للكويري اعمل F5 حذف. فهذا تيبل employee مربوط مع ثلاثة تيبل order و employee. اني عدلت على employee صار لازم عدل على هدول الثلاثة. شايف كيف؟ شايفين يا جماعة الخير؟ شايفين كيف صارت القصة؟ شو؟ شايفين؟ لأني أنا عدلت على هذا التيبل، فهو هذا مربوط فورن كي مع عدة تيبلز، بس شلون بدي أحذفه؟ قلت له كاسكيد، إذا حذفته حذف لي الباقي معه. فهلا حذفت الواحد. إذا بشغل الداتا بيز عندي بقول له جيب لي واحد ما حجب يشيل أنا محذوف، بقول له جيب لي اثنين جاب لي اياه، بقول له ساوي لي اياه مثلا اكس واي زد سي ابديت او عمل ابديت، بقول له جيب لي ثلاثة قام جاب لي اياه، بقول له جيب لي اثنين جاب لي اياه اسم مدينة اكس واي زد، بقول له اعمل له ديليت اعمل له ديليت. قال لي صارت هذا صار اكسبشن عم ايه، قال لي في اخر شيء في تيبل امبلوي على حاله ايه حذفت الواحد كان ماله امبلوي على حاله. ليك هون في هاد، فهاد كمان بروبرتي على هون شو بدي اعمل له هاد؟ لانه ليك هون في عنده مانيجر، يمكن انه مين الامبلوي على حاله هذا المانجر لمين تابع. طيب حاحذفه لهذا كله ديليت ريليشن شيب حذفته، وهي كنترول اس يس حذفت هذا اللي مشر على حاله، ورحت على الداتا بيز قلت له ران، قلت له جيب لي الزلمه العنصر الثاني اعمل له ديليت، فعمل له ديليت. هلا اذا بروح على ثلاثة ابديت جابه، روح على الاثنين ما جابه، روح على المانجمنت ستوديو قول له سيلكت نجمه فروم امبلويز، بعمل اف 5 لقيت الواحد والاثنين رايحين. هلا نشوف اخر شغله، يا جماعه الخير نشوف اخر شغله اللي هي انسيرت. فحوقف البروجكت، حروح على التول بوكس، هجيب بوتن، هضيف الزر الاخير يلي هو انسيرت.
هلا بالانسيرت انا شو بدي اعمل بالانسيرت؟ هروح عرف امبلوي emp equal new employee وله employee.firstname بيساوي text box الاول text box الثاني وemployee.lastname يعني تعمل كوي بيست لهدول الثلاثه نفسهم وبتحطهم هون وبدال الايتم بسميه employee تمام بعدين له database.employees.add.insert.onSubmit واعطيه هذا الامبلوي الصغير بعدين بتقول له db.submitChanges فضفت واحد طبعا لازم انا في عندي معلومات كمان مثلا employee id لازم نضيفها خلينا نضيف employee id مثلا اللي هي بالتكست بوكس واحد اللي هي انتجر فلازم نقول له convert to integer مثل هاي القيمة فهيك انا بكون عم دخل على الداتابيس انه قلت له من التكست بوكس واحد حوله لانتجر حطه بالاي دي بعدين حط لي فيرست نيم واللاست نيم والسيتي هلا لو بعمل انا اف 5 وبقول له واحد جيب لي اياه اللي ماني موجود بقول له اسمه احمد كنيته سامر والسيتي تبعه خلينا نقول دمسكوس بعمل انسيرت فلازم يكون دخل على الداتابيز هلا بقول له جيب لي ثلاثة قام جيب لي جيب لي أربعة جيب لي جيب لي واحد لو جيت هيك قلت له واحد واحد نسيت لازم ما دخل الاي دي لو قلت له مثلا أحمد هذيك ضافوا ضافوا 10 سامر أحمد first name أحمد last name سامر بس ID 10 ليش؟ لأنه ID auto increment بالضبط فجي بيجي لهون بقول له 10 جيب لي معلوماته أحمد سامر بدمسكوس فاعمل له insert بس ما دخل مع الواحد لأنه ال ID ايوه بالضبط لانه اي دي محطوط هون مبني اوتو انكريمنت معناتها صافي ايوه بالضبط ولا من الفيرست نيم جيب لي اسم اللاست نيم تمام جيب لي اثنين احمد ايوه بس انا في عندي عنصرين بس اذا قلت له انا جيب لي كل الايتمز اذا انت بدك هلا نحن حاطين تكست بوكس واحد اذا نجيب بقول له جيب لي كل الايتمز شو بعمل بيجي على الداتابيز انا حقول له جيب لي كل الامبلوي ماشي حاحط زر بوتن حسميه سيلكت اول من دون وير يعني او بجوز هو في او في او في شق شرط وير جاب لي عنصرين ماشي شو بدي اعمل حالي بدي احطه بداتا سيت بروح على التول بوكس في عندي شيء اسمه داتا لا سوري مو داتا سيت داتا جريد فيو اللي بدي احط داتا جريد فيو ماشي اوكي هلا هاي الداتا جريد فيو انت بتختار الكلمن تبعها فيك تضيف الكلمن مثلا هو انه اي دي انه هو الكلمن واحد واذا انه قاعد ولا لا في كمان هون في عندي انا name first name حط هون كمان نفسه first name حط كمان last name حطه كمان نفسه last name فيك تضيف كذا item يلي بدك
هيئات. فعندي هنا هلا كلوز، ايوه هذا اول وحده. وينه 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 هون اي دي كمان هي اوكي. صار عندي اي دي فيرست نيم لاست نيم. هلا بدي اضغط على سيلكت او بدي اقول له هي الكويري from employee ما من دون وير او حسب وير، بس في مثلا حسب الاسم select اي عم جاب لي هلا كل الامبلوي. هلا هون شو بقول له انا؟ data grid view dot items dot row rows dot add هو العنصر. فهو شو فيه؟ object params، بضيف له هلا بارامترات. بقول له item dot employee id، فحصلنا حسب نفس الترتيب item dot first name فاصلة item dot last name. ماشي؟ بعمل F5 بقول له select all عم رحش بيهم. فصار فيني انا احط اكثر من قيمة، بس قيمة واحدة. هي اور شغلة تانية او مو اند هيك نكتبها، نكتبها اند هيك اور نكتبها اور اور. مثلا هقول له جيب لي employee where e dot employee where e dot employee id equal 1 or عفوا equal 2 or 3. ماشي؟ فهي ال or. شايفين يا جماعة عم اكتب or، هي ال or. لعمل F5 قول له select all جاب لي 3. شو قلت له 2 و 3؟ لازم له 3 و 4. قول له select all عم جاب لي 3 و 4. تمام؟ فيني كمان قول له and، قول له and and. nice.